فتحت الكتاب، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، ملك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. هذه الآية السابعة. وكونها سبعة دي لأن آياتها سبعة، سبعة المثاني، وكونها مثاني لأن كل آية عندها معنى قريب ومعنى بعيد، كل آية من الآيات دي عندها معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد، المعنى القريب في هذا هو العبادة، والمعنى البعيد العبودية. المعنى القريب العبادة، المعنى البعيد العبودية. عندما تحول من إياك نعبد قال وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي أيضا فيها معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب العبادة، والمعنى البعيد العبودية. لكن العبادة في القول إلى أن يجي في إياك نعبد، العبادة أبرز من العبودية، وده ما هو قريب مننا، ودي العبادة في المستوى الكثيف البيه بداية الحركة في الدخول في الملة بالتطبيق العملي. العبادة أبرز من العبودية، العبادة أقرب لنا من العبودية، لأن العبودية لم نستشعرها بعد، بل الحقيقة نحن محجوبون بالعبادة عن العبودية، زي ما قلنا في آية لمن شاء منكم أن يستقيم، قلنا دي آية شريعة يعني آية عبادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قلنا دي آية حقيقة يعني آية عبودية، آية عبادة وعبودية. نحن في أول الأمر محجوبون بالعبادة عن العبودية، نحن محجوبون بآية لمن شاء منكم أن يستقيم، وما عندنا مشهد ولا ذوق في وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا جودنا العبادة أصبحت واضحة عندنا أن العبادة مرحلة وسيلة، العبادة مرحلة موصلة لغاية، وسيلة العبودية العبادة، وسيلة الحقيقة الشريعة. في الحقيقة الشريعة موجودة، وفي الشريعة الحقيقة موجودة، لكن بروز الحقيقة في الحقيقة أكبر من بروز الشريعة فيها.
وبروز الشريعة في الشريعة أكبر من بروز الحقيقة فيها، لكن الاثنين بيتساوقان مع بعض. هنا القول إلى أن يصل إلى إياك نعبد دي العبادة، والعبادة العبودية فيها، لكن العبودية محجوبة عننا بالعبادة. عندما جاء في وإياك نستعين كأنما طالعوا مشهد أن العبادة تحتاج إلى إعانة منه. نحن في الأول عبادة مننا له، نحن عابدين وهو معبود مننا له، لكن في الآخر عندما نمشي بالعبادة في مجالات المعرفة والإيقان، عندما يدخل شيء من النور كبير في قلوبنا نشعر بأنه شيء ما بيبدأ منه هو، ما بيبدأ مننا نحن. في أول أمرنا الأمر بادي مننا نحن له، عندما يجينا المشهد المتكامل باستيقان الحقائق الكبرى وتطالعنا الحقائق الكبرى نشعر بأنه حتى عبادتنا منه له، لولاه ما عبدناه. يبقى وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي شريعة عبادة لكن العبودية فيها أبرز، بمعنى أنه العبادة ضاءلت في صدرنا. أول مرة نحن نكون راضين عن عملنا وفرحين بعملنا، عندما نشاهد أنه كل منه هو في المشهد ده يبقى عملنا يضاءل في نظرنا، ويكبر في نظرنا الفضل اللي جايين منه هو، وبيه نحن موفقين لأن نتوضأ وأن نصلي وأن نصوم وأن نعمل العبادات حتى في مستويات البدائية. فالمعاني المعنى القريب يمكنك أن تقول في الصورة بتاعة السبع المثاني اللي هي فاتحة الكتاب، المعنى القريب العبادة والمعنى البعيد العبودية. في كل آية من الآيات في عبادة وفي عبودية، العبادة في الأول أظهر من العبودية. في مما جاء في وإياك نستعين ومشى في الآية للآخر بقت العبادة ضاءلت، وهي برضها المعنى القريب لنا، لكن العبودية بدأ ظهورها أكبر، وهذا معنى بعيد، بمعنى أنه ما بنصل في الوهلة الأولانية وإنما نتوسل له بالوسائل الصحيحة حتى نصل. العبادة القريبة لنا في الحركات الجسدية وفي الأعمال المختلفة اللي بنعملها في وسائل عبادتنا وطرائق عبادتنا، هي اللي بتثمر في صدورنا حال يكون به المشهد مشهد العبودية أكبر من مشهد العبادة، ونرى الأمر كله مركوز على الفضل، وأنه شيء لا يبدأ منه هو لنا لا يكون مننا له ولا العبادة. قال عنها عن الفاتحة ولقد آتيناك، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. هنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي الفاتحة هي الحمد، والقرآن العظيم هي الحمد أيضا. الآية دي معناها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، معناها فاتحة الكتاب اللي هي سبع آيات. وفيها آية هي اللي جعلتها أم الكتاب وجعلتها فاتحة الكتاب وجعلتها في كل صلاة تكرر قراءتها، وليست هناك صلاة صحيحة إلا بالحمد. أي صلاة ما تقرأ فيها الحمد هي باطلة، إلا أن يكون في مانع طبيعي للمصلي من أن يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. هذه الآية هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسر في الآية دي
أنها فيها الاستقامة وفيها التوحيد. الاستقامة بين الطرفين، المغضوب عليهم من طرف والضالين من طرف. ديل الاثنين برضو فيهن المساني، المغضوب عليهم دي المعنى القريب، والضالين المعنى البعيد. وعندنا في التفسير أنه المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. جاي الوضع في مسألة اليهود في أنهم أقرب إلى الجانب المادي، وجاي في مسألة النصارى أقرب إلى الجانب الروحاني. يعني اليهود أفرطوا في المادية والنصارى أفرطوا في الروحانية. ممكنك أن تقول في وضع واحد تقول عنهم اليهود فرطوا في الروحانية، والضالين النصارى فرطوا في المادية، فما كان الاعتدال بين الطرفين. فإذا جاءت الأمة المسلمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، جعلناكم أمة وسطا بين اليهود والنصارى، بين المفرطين في الروحانية والمفرطين في المادية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الأمة الوسط هي في خط الاستقامة، ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم في الآية اللي قبلها. بعدين جل يقول يوصف الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم المسلمون، لأنه هناك وارد في أمر المسلمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، عبارة أنعمت عليهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو خط الاستقامة اللي قلنا عنه في استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قلنا عنه أنه ورد في الحديث أن النبي الكريم قال شيبتني هود وأخواتها، فقال بعض العارفين أن ما شيب من هود هو استقم كما أمر. والاستقامة في خط النص تكاد تكون في خط أحد من السيف وأدق من الشعرة، ثم المستقيم الأعلى من المستقيم اللي يرى هذه الحدة والدقة، المستقيم الأكبر منه يرى أنه ده خط عريض ويفلق الشعرة ويفلق فلقة الشعرة حتى يصير إلى المطلق بين الطرفين ديل في المطلق. فاستقم كما أمر تجي في خط في غاية الدقة وفي غاية الصعوبة، هو كأنه قبض الريح. والحقيقة يجي في مستوى ويحذركم الله نفسه، وذلك من قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هنا إذا حذرك الله ما تعلم من حرام وحلال ومن حدوده
وما في ظاهر الشرع فإن الأمر يكون أو قد يكون يسيرا، ولكن إذا حذرك نفسه وأنت تجهلها فإن أمرك في خطر عظيم، وهو ما شيب النبي العظيم حين قال شيبتني هود وأخواتها، قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هنا يعلمه الله تعني يحاسبكم به الله، هي كقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وذلك لأن علم الله فعل، فإذا قال يعلمه الله فقد قال يحاسبكم به الله، وهذا في حد ذاته أمر أدق من الشريعة، فإنه في الشريعة لا حساب على حديث النفس، فقد قال المعصوم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسهم ما لم يقولوا أو يعملوا. وحديث النفس يقع على مستويين، مستوى السر ومستوى سر السر، وهو أخفى من السر وقد يخفى حتى على صاحبه. قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هنا جاء بالجهر وجاء بالسر وبسر السر بقوله وأخفى. وحين قال ويحذركم الله نفسه فقد ذهب إلى أمر أخطر وأدق من قوله تعالى إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، كأنه ذهب إلى سر السر. ولولا أنه جاء بالفاصلة والله رؤوف بالعباد لكان الأمر شديد الوطأ على نفوس العارفين. وحتى في الفاصلة الأولى فإن الرفق بقلوب العارفين ظاهر، وذلك حيث يقول ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الفاصلة وإلى الله المصير هذه بمثابة بشارة لمن يعلمون أن الله خير مح، خير خالص من كل الشرور، ومن كان مصيره إلى الله فإن مصيره إلى الخير الصرف.